مين انت؟ شو عم تعمل هون؟ انا دكتور ومعي مريض بدي اسعفه. شو مرضه؟ وقع من على الشجرة. شو معك مصاري؟ معي شوية مصاري بدي اشتري له فيهم دواء. معكم سلاح؟ ما معي. فتشون. ما معه شيء. شو هذا؟ هذا دواء بدي احطه بابره واعطيه. ليش ما اعطيته اياها؟ لانه ما معي ابره. اذا بتعرف شي صيدليه دلني. شيلو تعال معي. شوي شوي علي اذا بتريد. ايه شوي شوي على ايده اليسار. شوي شوي. سطحوه هون شباب. شوي شوي بس شوي شوي. هي مصرياتك عمي، تاخذ ابو الجماجم بتروح بتجيب الدواء لعمك. خلي هدول معك عشان اذا ما كفوك المصاري. كتر خيرك عمي. كتر خيركم عمي. هذا الزلمه اكل طلقه وواعي عن الشجره مثل ما قلت لي. مظبوط. مين انت عمي؟ نحن رجال عايشين على باب الله. لا اله الا الله. من وين؟ مشكلين من كل حارات الشام. عدم مؤاخذه يا عمي، ما في حدا من حارات الشام بيشتغل بالتشليح. مظبوط. نحن ما منشلح مين ما كان. ما شفت شلون رجعت لك مصرياتك؟ بقى احكي لي شو قصتكم؟ راح احكي لك. هذا عمي عزام بيقولوا له الهمشري. وانا مخلص طب بس لسه ما اخذت شهادتي. اسمي عصمت. شو عمي؟ لا ما شاء الله اليوم شكلك أحسن. إيه بس عطشان وجوعان. خسا. يا شباب يا شباب معلم. ما في حدا وما في اكل. تعرف عمي خلينا نطلع لبرا، بركي بقدر اعرف وين نحن. يلا على مالك. يلا على مالك. شو هات ايدك يا رب. بسم الله. شو شو قدران تمشي؟ ايه يا رب. على مالك. يا عمي شكله بدنا يومين مشي لنصل على الحارة.
بدك تعمل حسابك، إذا ما صرت منيح وبتقدر تمشي منيح ما في رجع على الحارة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حضرتك الزعيم هو؟ لا والله عمي، مين حضرتكم؟ نحن من الشام وبدنا زعيم للتمين. مانو هون؟ إمتى بيكون هون؟ ما بعرف. فينا نستناه جوا؟ تفضلوا. تأخر الزعيم. شو لإمتى بدنا نضل ناطرينه؟ حبيبي ما بعرف، انتو شو بدكم منه؟ ما في شيء، شغلة صغيرة. ما قلت لنا ايمتى بده يجي الزعيم؟ ما بعرف، ما بعرف. يعني انتو مو من جماعته؟ لا. طيب كمان بتشتغلوا بالتشليح؟ كمان لا. ما له حق يتأخر الزعيم. أخي، إذا بدكم تستنوه طلعوا استنوه برا. شو حكينا معلم؟ طلعوا لبرا أنت وياه. جوازي متصابة بدي اياكم معي. ايه بس في عندكم اكل هون، عم يصلوا يومين بلا اكل. لك يا اخي تعال معي هلا الشباب بديروا بالهم عليه، تعال. يلا. مين انتم؟ مرحبا. شو تعمل هون؟ اعطروني هون. امرك زعيم. ومن اللي قال لكم انا بشتغل بالتشليح؟ زعيم انت معروف كل تجار الشام بتخاف منك. انتم جماعة بهايم ها؟ وبتقعد شو بترحشوا؟ شو حكينا زعيم؟ يا رجالي بتفعل ما بتحكي. وانتو ما شاء الله عليكم مثل النسوان، لسانكم ما يفوت لحلقكم. امرك زعيم امرك، ما بقى نكتر حكي. شفتكم تشتغلوا معي؟ يلي بدك يا زعيم، نحن من ايدك هي لايدك هي. كرمال بليلة الصالحاني وصلتوا. معكم سلاح؟ لا. لبس؟ شو لازم نلبس زعيم؟ بدكم تتلتموا مثل الشباب. ما بدي ولا مخلوق يشوف وشكم. روحوا تلتموا وجيبوا سلاحكم تعالوا لعندي. قلنا لك سلاح ما معنا زعيم. طيب تلتموا وتعالوا لعندي. امرك. هلا انتوا لأنت بكون ضلوا ملتمين؟ يعني هي نحن حكينا لكم كل شيء، من شو خايفين؟ لا يا حكيم، نحن رجاء ما بنخاف من شيء، بس احنا هذا مبدأنا وهذا شغلنا، ولا مخلوق بالدنيا لازم يعرف وشنا. على راحتكم عمي. المهم نحن بكرة بنطلع الضو لازم نمشي من هون، لأنه هاي المغارة ما بتناسبه صحيا لعمي، بس بنفس الوقت ما بنقدر نرجع على الحارة هلأ وهو هيك وضعه. شو نعمل؟ لا تاكل هم حكيم، عندي أنا رح أخذكم عن جماعة مأمنين، بتقعدوا عندهم كم يوم عبين ما ترجع لعافيته لعمك. كفو. مرني يا بضاي. ابقى عود معي زلمتين بهموني. والمطلوب مني؟ بدي اياهم يتقوا عندك يومين وتطعميهم وتشربون. على راسي انت وياهم. مسيك عمي، هي حقك لاتهم شرباتهم. روح ربي يرزقك ان شاء الله. شرف حكيم، انت وعمك وامان، انا رح اتيسر. انت زلمه شامة وبضاي، بس أنا بدي منك طلب، وبعدها إذا بدك اقتلني. بعرف شو بدك. أنا اسمي خطار، وإذا بدك تفسد علي أنا مسامحك. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت عمي؟ أنت ما بتعرفني لسه. بإذن الله جميلك هاد ما رح ننساه طول حياتنا، وإلا ما يجي اليوم اللي رد لك يا فيه. أهلين زعيم. خير، شو عم تعملوا هون؟ معلم نحن مو جايين نتسيران هون. ايوه، ليش مو حاطين عم جوكم ولا؟ هي انت مالك ملتم؟ شبي حالك فيني لك بغل؟ مو هيك قصدنا زعيم. شو بدك انت وياه العظيم من الأخير؟ معلم بدنا نعمل شي غزوة. اطلع الطريق لبرا انت وياه، بس امره شي طنبر عليه بضاعه بتجي بتخبرني. وبركي ما مرق شي طنبر. شوفوا له انت وياه، اذا مو عاجبكم الشغل هون ترجعوا لعند ابو ليلى، هو خليه لاقي لكم شغل. ابو ليلى الله يعافيه زعيم لساته بالفرشه.
اصلا انا مو كاسر ايدي ورجلي غير محبتي لبليله. لو غير هيك لكنت قلعتكم من زمان. نبر ثلاثة من توياه وطلع لبرا. حاضر زعيم. امرك زعيم. يلا تديروا خلقتكم دي أبركون. والله توقعت انك واحد من الشباب اللي ساعدتونا. يلا الحمد لله على سلامتك. قوم نمشي من هون. قعود قعود قعود. خير خير؟ شو صار معكم؟ عرفتوا هذا الشاب؟ هذا اللي اسعفني هديك المرة خطار. خير شو صار معه؟ ما رح نطول عليك، بس نروح نادي للدكتور عصمت ورجع، رح خليه عندك شوي. فوتوا فوتوا خلي يفوت لجوا فوتوا. يلا هات عنك هات عنك. لا سعده شو عم تساوي هون؟ لا كرمه الحدبة تبعه عم تضرب على راسه، فهي طالع الحمام عم ينحسر. لا ضربة تخلع رقبتك انت وياه. لكن انا بدك تلبسني السرقه؟ انا ما حكيت شيء. لك مين اللي حكى؟ مو كرمه ملتهبي علي الهردبي، بجوز عم يترتر عليك. على كل هلا ماني فاضي لكم، حسابك بعدين. ريع من تعلينا عاملين فيها هم شريقات يعني، والله ما لي حق. قولوا لا الله لا يحرمني، والله اخلاق ضيقه صايره. وين بلاقي الدكتور عصام؟ بهي الغرفة. شكرا. دكتور خير عليك؟ خطار متساوي. اوف وينه هلا؟ حطيته ببيت بقهوة. طيب اسبني رح اجيب شنطاتي والحاك. لا اترك برا. يلا يعني. سحاب خلينا معه على المستشفى. بسم الله. خير عمي خير ان شاء الله خير. سبحان الله. والله طلقت مكان خطير كثير، الله سترك. اوعى تنام خطار. صحصح معي لا تنام. ها شد لي حالك خطار، خليك فايق. مش خايف شيل الطلقه يقوم يزيد النزف. شو الحل عمي؟ اول على اخر لازم شيلها، فرح شيلها واتكل على الله. اتكل على الله. خطار شد حيلك ها، ان شاء الله ما بصير غير اللي كاتبه ربك. عمي اللي بدك يا دكتور، بس خليني اشوف امي قبل ما اموت. بعيد الشر عن قلبك، ما راح تموت باذن الله. قوم ضل فايق، لا تخفى. صحصح معي. Ah.
كفاية، خليك معي. خليك فايق. عمين بعد إذنك بدي اياك تنزل على الحارة تجيب لنا شوية أكلات. صار لا يا دكتور ما يبى الحكي. والله أنت مفضل يا عمي أبقى أعود، صار قلق علينا كتير. صلاة محمد ما بجيبوا شي معكم، عنا خير الله بالبيت. كتر خيرك، كتر خيرك. ايه عمي، روح لعند تيتي وقول له انه انا ما رح ارجع اليوم على البيت. لا عمي لا، انت انزل على بيتكم انا بضل مع خطار. لا لا عمي ما بقدر اتركه، ما بتعرف شو بصير معه بالليل. خلاص مثل ما بدك، توصيني شي تاني؟ ايه، احتمال انا ارجع نام ببيت اهلي، فالغرفة اللي انا كنت نام فيها بنخلي خطار ينام فيها لبين ما يطيب، شو رأيك؟ خلاص وانت قلتها. ابقى عود خذي طريق. يا الله يا الله عمي. الله معك عمي، دير بقى حالك. شو هالبوسينة هي؟ والله اخت رجال، بس عرفت لي مين كان معه وقت قتلوا الفرنساوية؟ لا والله ما عرفت، بس اول ما اعرف رح خبرك. لك هالدكتور ابن الحرام هاد ما عنده ضمير، بدال ما يوقف مع هذا البنت عم يفسد عليها. والله هذا اللي صار. مهم عمي، هلا انت شو ناوي تعمل؟ والله يا عمي رح ضل متخبي ورح حاول اتجوز انا وبوسينا ونغير مكان اقامتنا لبين ما يحلوا عنا. اسمع حكيم، انا ورجاي تحت امرك. العفو. ورح احميك انت وهالمستورة، لو بصير عليك بصير علي. اتكل على الله عمي، اتكل على الله. انا رح ضل معك وما رح اترك. عندكم سلاح؟ أنا ما عندي، يعني بحياتي ما تخيلت إني أحمل سلاح. أنا عندي كتير بس ما بستعمله. أنت من قلك عمي؟ زمان بتشتغل بالفرنساوي؟ ايه عمي ايه. يا سيدي بري عليك، لانك رجال من ظهر رجال، ما بتتخيل شو مبسوط لاني تعرفت على واحد مثلك. اسمعوني منيح يا رجال، تشليح ما بدنا، وخص نص لاولاد البلد. اي شيء بدنا نعمله بدنا نكون متفقين عليه كلياتنا، لانه هاي المرحله اللي جايه مرحله معقده كتير كتير. عمي انا بدكم تتركوني، في ضرب بدي اضربه. شو هو؟ بس اضربه بتعرف.
ما رح اتركك لحالك همشري، انا رح اكون معك. ما بدي اصير. تفضلوا يا جماعه، هي الشاي وتكه، بيكون جاهز لفطور باذن الله. الله يسلمك يا تيار. كثر خيرك. على راسي. والله يا ابو ضايه هالبقعه، هي ثاني مره بيستضيفنا عنده، وفي بنت من عندنا من الحاره اعتدوا عليها عالا، جابها وقواها عنده. هلا افتكار هو اللي لقاها؟ تخيل. صحيح عمي، هاي البنت شو قصتها؟ عمي هدول اللصوص اعتدوا عليها. عمي ابو قعود مرني الحكي طابينه الفرنساوية وما خرج ينام ببيته. لا تكمل يا ابو ضاي، عرفت شو المطلوب وصدر البيت للحكيم. والله وكفو يا ابو قعود، ما رح انسالك يا عمي، واجبنا هاد. الله يخليك عمي. خلص انت تحرك قبل ما تعتم الدنيا، وبمعيتك بدي اياك تمر لعنا على البيت تجيب لي مصاري. ما في مشكلة، المصاري موجودة. عمي انت منلك؟ لك شلون منلي؟ هذا الجلد والفرو مو حقه مصاري؟ والله ما بعرف. حكيم انا معي مصاري، اعتبرهم بجيبتك. الله يخليك الله يخليك. معناها رح ضل معك. عمي ما تاكل؟ مالي قدران عمي، مالي قدران. ليه؟ والله ما بعرف شو بدي احكي. عمي كرمالي هلا كول وبعدين بتحكي. مد ايدك. بسم الله. قرب يا مشاري قرب. يلا كنت مفكر الفرنساوي والكابتن هني اعدائي. طلعوا اعدائي كتار. عمي شو بك مستعجل على الحكي؟ كول هلا بعدين بنحكي. بدي راس كريم وساعده وهنائي وطاووس والدكتور عبد الهادي. لا عمي هي اسمح لي فيها. عبد الهادي لحدا يقرب عليه؟ ايوه. وليش بقى ما حدا يقرب عليه؟ انا كنت ناوي اسلخه قتله كسر عظامه فيها. يا جماعه معركتنا مع عبد الهادي غير معركتنا مع هدنك. ليش وسطهم هدنك كمان؟ خلونا ناكل هلا، مشوارنا طويل. انا معكم للموت يا جماعه. والله انت ما قصرت يا عمي ابو، يعني انت زلمه بتنحط على الراس. هذا واجبنا. تسلم. كول عمي كول. الفرنساوية أخذوا الدكتورة أنطونيت. عمي أنت شو عم تحكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عمي هاي مصيبة مصيبة. طول بالك، كل شيء وله حل. لا تكلم حكيم، أنا ورجالي تحت أمرك. وحياتك يا عمي، كنت ناوي كوم الدورية كلها وما خليهم ياخدوها، بس هي اللي ما رضيت. أول شي لازم نهرب بوسينة من بيت الدكتورة، لأنه احتمال الفرنساوي يكون عرف إنه عندها. أنت ما بتقرب على البيت بنوب، بجوز يكونوا لاطين لك. السلاح اللي معك قريب؟ إيه قريب عمي. بس المشكلة أنا بحياتي ما حملت سلاح، ولا كنت متخيل إني أحمله، بس هلأ مضطر. شو بدك سلاح؟ أنا جاهز. بس لازم أتدرب مو؟ المهم أنا فتت وشفت غزال. صحيح والله، كيف أطمني عنه؟ لا صار أحسن. وشو قال؟ يا سيدي هدول سعده وكريم كانوا لاحقيني لا يعرفوا إرنتك. ايه قام لحقن غزال، بس ما اشتلى إنه هنائي وطاووس ماشيين وراه. معناته هدول عرفوا الطريق لهون. عمي نحن لازم نغير إرنتنا فورا. عندي حكيم، عندي من مغارة، منه بدربك على السلاح ومنه بنغير المطرح. المهم أنا رح جيب السلاح، أنتوا جهزوا غراضكم برجع لهون وبنمشي دغري. يا رب استناك. خطار هلا بما إنه ما في حدا غريب بيناتنا وأنتوا واثقين فينا، ليش رجالك كلهم ملتمين؟ والله يا حكيم نحن هذا مبدأنا، أول ما الزلمة يفوت على جماعتنا يحط هالدام على وشه ما بيخلي حدا يشوفه، وأنا الوحيد بس يلي الكل بيعرفني وأنا بعرف اللي جبته. حلوة الفكرة، عجبتني كثير، وأنا معكم للموت، بس بشرط ما بدنا نأذي حدا وما بدنا نعتدي على حدا. قوتنا بنستخدمها لندافع عن حالنا وبس، أي حدا بيأذينا أو بيتعرض لنا بنمسكه ونسلمه للقضاء. هذا بالمؤاخذة يا حكيم، يعني واحد مثل هنائي وجماعته هدول لازم نمسكهم ونسلمهم، ولا لازم نسلخ جلدهم؟ والله معك حق يا عميم، بس يعني احنا ما لازم نكون نشبههم. إذا واحد منهم بده يتوب بنسامحه،
خلينا نعطيهم فرصة. عمي أنا إذا مسكت حدا منهم ما رح أرحمه. بصراحة حكيم نحن ناس فارة ومظلومين، أما ملاحقين من الفرنساوي أو طافشين من شي آغا ولا بيك حاول يعتدي على عرض واحد مننا. نحن منشلح هدول العالم حكيم، منشلح الظلام والعدين الحرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. خطار بإذن الله إلا ما يجي اليوم ويرجع لكل واحد فيكم حقه. لا تخافي مقعود، قسما بالله العظيم لنخلص لك إياه. أنا رح أبعت لأبي خليه وكله محامي طالع بأسرع وقت. شو أمرت؟ محامي؟ هاد لولا لا بيفهموا لا بمحامي ولا بشي تاني. بدنا نحاول يا مقعود، وأنت وابنك لا تخافي بإذن الله أنتوا بحمايتنا، أي شي بينقصكم بتقولوا لنا. الأمان بالله. طولي بالك مقعود، إن شاء الله اليوم أو بكرة بيكون طالع. إن شاء الله. الله كريم. هلا مد ايدك سمي بالله وطعمي الصغير. والله مالي نفس. ما بصير يا مقعود، لازم تاكلي انت والولد. طيب انت. الله يحفظك. بسم الله. هون هون. اخ ان شاء الله ببوس رجليكم. اخ راح اموت. اخ ستعترف اي ستعترف. إذا نوفر على نفسك الضرب والتعذيب والجلد وأخبرني أين عصمت؟ الله وكيلك راح هو وخطار لوين ما بعرف. حسناً إذا أنا أخ 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 شرف عريس. تفضل عريس. يلا البيس يا دوب تلحق. والسكن أمنت لي إياه؟ كل شيء مأمن. يلا رجالي والله. لازم يبين لأنه خليك نازل على الفستان. شو رأيك؟ حلو؟ حلو حلو؟ عجبك؟ حلو. يسلم إيديك. إيديك حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عود عمي عود. شو بابا؟ شو اندهلك يا عريس ولا يا حكيم؟ لا والله يا ريت نادي لي يا عريس. إن شاء الله لك مبروك. يا جماعة خلينا نبلش دغري. أخي عزام كيف الوضع برا؟ طمن أخي، الشباب ماسكين الحارة برا، ما حدا بيقدر يقرب. أنا خايفة من الجواسيس. اتكلوا على الله. تفضل شيخي، هاي العريس وهي العروس. شرف شيخي، اتكلوا على الله. دكتور شرف لعندي. بعد إذنك عزمي بيه. أبدا، تفضل بابا. تفضل. تفضل. يا الله. هات إيدك يا أخي. هات إيدك يا أبو. معلمي، الفرنسيين صاروا متوقين كل المنطقة. رح نكاونهم ما نخليهم يقتربون. يا ابني الله يرضى عليك، احنا ايش بنسوي؟ طولوا بالكم. ما في داعي، انا عندي حل ثاني. تفضلي دكتوره. في عندي باب سري، هلا أصمت وبوسينا بيطلعوا منه، بس يجوا الفرنساويه ما بيلاقوا حدا هون. كلام الدكتوره صحيح. يلا عمي خليني اوصلكم. وانا راح اروح معكم مشان الحمايه. لا غزال، انت خليكم مع الشباب. وين بدهم يروحوا بعدين؟ طمني من نور، بكره بخبركم. يلا عمي خلينا نمشي. اسمعك بوسينا، يلا الحقوني. يلا يلا بسرعه. الله معك. الله معك. مع السلامه. الله يحييكم بوسينا. يا بوسينا سيتي ما طوكي. غزال ابني الله يرضى عليه بتفهم الشباب، ما بيشتبكوا مع الفرنسيين ابدا، بينسحبوا بالتمساكه. يلا تيسر.
استلم حكيم. استلمت. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك كمان. عمي البيت فيه كل شيء، وانا كل كم يوم طلطين لعندكم. اتفقنا. يلا بخاطركم. الله معك. دربك اخضر، دير بالك. اسف. كان المفروض عرسك يكون احلى عرس بالعالم. وانا عرسي صار احلى عرس بالعالم. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد. بكفي انه انت معي. يا حبيبة قلبي. انا اكيد قبل 3 ايام ما راح اجيب سيرة للحكيم. معك حق. الحكيم بعده عريس جديد. يعني نحن ما نقدر نتصرف لحالنا يا رجال؟ انا مياتي انقطعوا من الحارة بعد ما ضربته للدكتور. اكيد الدرك قالب الدنيا علي. ما لنا غيرك غزال. بتروح بتطمن على ابو النور، بتفوت على الحارة بتشمشم الاخبار. ايه ابشر همشري، معناته خطار سعلنا بفرس طيبة وسريعة. لعيونك غزال، خلي الشباب تعطيك فرسي. سلام على الزلم. السلامة. دربك خضرة. ايه غزال شو الاخبار؟ والله يا جماعة قام يقولوا له الكبارية انه الحارة صايرة مثل الحبسة الكبير ومتحكم بيه هنائي. كنت اريد اروح لهناك بس ما خلوني. نحن ما رحت عمي، كان رح يتكاتروا عليك ولاد الحرام ويروحوك. والله قام يعن على بالي اروح يا قاتل يا مقتول. اخي غزال بدك تطول بالك، اذا كل واحد فينا بده يشتغل من راسه ما حدا رح يخسر غيرنا. ليك عمي، هاليومين ثلاثة لبين ما يجي عصمت ما رح نساوي شيء، بس بنكون زبطنا خطة مبكرة لحتى نفوت فيها على الحارة. يا جماعة ابني جوعان وماني عرفانة شو بدي طعميه. طولي بالك اختي مقعود، طولي بالك. تكب بكون الاكل عندك انت وابنك. يسلمون. يا شباب زيبا. ايه عمو طمني، اهلي كيفهم؟ عمي انا من هداك اليوم ما عاد استنى الحارة بنوب. عمي بوسينة بعد اذنك بس بدي منك طلب. امرني. بدي احكي انا وعصمت كلمتين لحالنا. يعني في شيء لازم انا ما اعرفه؟ عمو انت هيك بتكون عم تشغل لي بالي اكثر. احكي بوجودي اذا بتريد. عمي اذا حكيت بحضوره ولا حكيت بغيابه كل شيء رح تقول لي اياه رح اقوله لبوسينة. انا ما بخبي عليها شيء. عمي بعد ما طلعتوا من كتب الكتاب فاتوا الفرنسيين أخذوا بيت أخي وبيت أهلك والدكتورة أنطونيت، وهن ماشيين بالحارة شافون هنائي وعرف إنه تجوزته، غدروا لأبو النور وضربوا. هنائي ضربوا لأبي؟ بس الحمد لله الإصابة مو خطيرة. طولي بالك طولي بالك. عمي كيف عرفت انه الاصابه مو خطيره؟ لحقته على المشفى وطمنت عليه. عمي انا ناطرك بكره بالمغاره، في شيء مهم لازم نحكي فيه. صلي على النبي صلي على النبي. يا علي 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 يا علي. الله يبارك فيك. تفضلوا ارتاحوا. يا ميم ما كثير معنا وقت، شو الخطة؟ اسمعني يا عمي خطار، هلا أول شيء رجالك بدهم يكشفوا عن وشهم كلهم والله. وأنت يا عمي بتضل مع خطار. أنا رح أسحب مجموعة وراي. يا حكيم اجاك ضيف. خليه يتفضل. شرف. اهلين دكتور مزيان. خيي عصمت. خير شو اللي جابك؟ انا معكم خيي عصمت، وانا راح اوصلكم عن ضيعتنا. طيب كيف عرفت توصل لهون؟ دكتورة انطوانيت قالت لي كل شيء قبل ما يتقلوها بيوم. عميم خطار هذا الشاب اخي الدكتور مزيان، بإذن الله رح نروح لعنده على الجبل بعد ما نطلع الدكتورة أنطوانيت وبقية الشباب من السجن. الله بحيي أصلاً حكيم. حياكم الله. تفضل حكيم. الدكتور أخونا. تفضل. شرف.
هات لشوف انت وياه. شو هن الكلمتين المهمين اللي كنتم تحكوا عن انفراد؟ معلم لهلا ما قطفنا شيء من الشغل معك، وبدنا اجرتنا على هي العمليه اللي بدكم تعملوها. انو عمليه؟ غزوه المعسكر، تطليع المحابيس. لك يا بني ادم، هاي شغله ضمير ونخوه. معلم وين بينصرفوا هدول ضمير ونخوه؟ اسمعوا لا انت وياه، من اول ما اجيتوا ما حدا طايقكم، وانا بلشت ضيق خلقي منكم. مازال هيك، نحن هلا طالعين، بس لا تلومنا شو ما بده يصير عليكم. ايوه مو على عيني. ارمي سلاحك بالارض ولا ارمي. انا هلا ماني فاضي لك، وقت اللي برجع بعرف حاسبكم. ابو الجماجم، ابو حديد، سلاح يا رجال. يلا يلا انت وياه. عدي الشباب. Yeah.